وصفات رنجة وفسيخ مع شيف هشام السيد، احلى حد بيعمل سي فود في الدنيا كلها. ربنا يخليك يا غاده، ميرسي. ازيك عامل ايه؟ ميرسي على التقديم الحلوه دي. تعمل لهم ايه النهارده؟ انا مش هعمل، انا هعمل مسابقات وانا هدوق. هدوق؟ اه انا هدوق بس. بس ادوق الفسيخ يعني، ناديني كده ادوق الفسيخ معاك. ماشي. هو احنا مين هيطلع؟ اتفضلي اتفضلي. اه محمود، طب احنا محتاجين محتاج ايه؟ طيب عايزين لوحين تقطيع و حاجه كده بس، خلاص لا مش محتاجين حاجه. يلا انا هسيبكم بقى مع بعض. هو بصراحه محمود نور الدين صديقي من واحنا اطفال، وهو بصراحه يعني انا مش هقدر اخليه يطبخ. هيكسفني. الراجل بيشتغل في فرنسا وعامل شغل جامد قوي. خليني في الرنجه مش السفير. ما احنا حضرتك بس عرفيني عليك الاول. حاجه وفاء. الحاجه وفاء، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. استاذ او الشيف محمود نور الدين. انا هخليه بصراحه يبقى حكم معايا، لان هيبقى مش فير ان هو يطبخ خالص، لان هو انا عارف هو عايش في فرنسا وبيطبخ وعنده مطعمه، والموضوع هيبقى بالنسبه له صعب. لا هو هيبقى معانا هيحكم مش هيطبخ، فبحتاج حد كمان يطلع. محتاجين حد كبير، لان هيبقى في سكينه ولا سكاكين بلاش. محتاجين راجل يطلع. طب انا طب اتفضل. طيب انا اللي هبقى طالبه من حضراتكم ان عاوز ناخد كيام هنا. عندنا رنجة وعندنا فسيخ، محتاج طبخه هنا وطبخه هنا. اسم حضرتك ايه؟ علي. استاذ علي. طيب حضرتك معاكي لوح تقطيع، بس هاتيه هنا عشان نبقى ايه قريبين من الحاجه. في دلوقتي كميه مكونات، هريسه وزيتون وكركم، بهارات كتيره قوي، وخيار مخلل وزيتون، طماطم وفسيخ ورنجه. انا عاوز من حضراتكم واحد طبق فسيخ وطبق رنجه. في بقى طحينه ومايونيز وزبادي و لا ده مش زبادي، مش عارف ده ايه، دي لبنه. ف هسيب لحضراتكم 5 دقايق تعملي لي طبق وطبق من الرنج. طبق فسيخ وطبق رنج. الاستاذ او الشيف محمود هو اللي هيبقى الحكم. هي ابتدت على فكره. ما انت لازم تديه. لا استني عشان يبقى الموضوع مع بعض. عايز اقول لحضراتكم بقى من ألذ الحاجات. هو يعني اللي هيدوق بس شيف محمود هو اللي هيدوق. وادي ليمونه لحضرتك وليمونه للاستاذ علي. اوعى تجري. ليمونه هتستعمل حته منها. ليمون ايطاليا. اقول لحضراتكم على شيف محمود صديقي من واحنا اطفال، يعني حاجه و30 سنه، كان بيشتغل في صحراء وعربيات وسفاري، وغير الكارير بتاعه خالص وفتح. تقول لنا بقى عملت ايه في فرنسا؟ بقيت طباخ زي الشيف هشام كده. ده انا اللي بحكي. وبشتغل انا برضو في المطبخ، ومتخصص شويه في المطبخ الفرنساوي. بس ده مش فرنساوي خالص، ده خل وده زيت. طبعا حضراتكم عارفين ان الفسيخ والرنجه بنبعد خالص عن الملح، يعني ما ينفعش تحط ملح على الفسيخ والرنجه، لان لو عملنا كده هيبقى الموضوع صعب قوي. يعني في ناس بيبقى عندها الضغط عالي، واللي عنده كوليسترول او عنده املاح زياده بيبقى بيبعد عن الملح. فممكن جدا ان احنا نغسل الرنجه ونغسل الفسيخ بميه دافيه علشان تنزل جزء من الملوحه اللي فيها، لكن ما نزودش ملح خالص. طماطم دراي. ما عايزين ناخد الحاجه ايه كله. الحاجه وفاء حطت، انا شايف، بصل اخضر وزيتون وهريسه وطحينه وليمون وطماطم مجففه وبصل مخلل. انا احب الرنجه برضو اكتر بصراحه. حلو. عامل ايه؟ كويس كويس قوي. اخبارك ايه يا استاذ علي؟ 100 100 مظبوط. بس اقول لحضرتك بقى نصيحه، لو احنا في المطاعم بنشتغل، لو حد لما بنقدم ليمونه بالشكل ده دي بتترمي، فاحنا دايما نقدمها يا ربع يا نص يا حته من الجنب.
تمام. عشان لا ده الحاجه غليت طبعا، وبعدين بس طبعا تسلم ايدين حضرتك. وعلي هنا استاذ علي خلصت؟ خلص الفسيخ خطير وحط عليه تاتش بصل في الاخر جميل جدا. حلو قوي، كلنا كسبانين مع سي بي سي سفره. ميرسي يا فندم، فرصه سعيده استاذ علي. ميرسي جدا 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 جدا. ميرسي يا فندم، فرصه سعيده، مع السلامه.